السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. سمو الشيخ ناصر بن حمد يأمر بدعم وتسهيل احتياجات عربات الأطعمة المتنقلة. هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد المنتدى الإلكتروني التعليم في البحرين في ظل كورونا. بلدية المنطقة الجنوبية تطلق مبادرة تصل لأثاثك. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أمر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية والشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدعم وتسهيل العقبات أمام النشاط التجاري الشبابي خاصة عربات الأطعمة المتنقلة. ووجه سموه بعقد اجتماع بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمحافظة الجنوبية ومديرية أمن المنطقة الجنوبية وممثلين عن الشباب ملاك عربات الأطعمة المتنقلة، وذلك في مقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتنظيم النشاط التجاري الشبابي ودعمه والعمل على وضع الأطر والنظم وتطوير البنية التحتية لإنعاش هذا القطاع. كما وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المعنيين برفع تقرير عن نتائج ما تم التوصل له من حلول تهدف إلى إنعاش هذا القطاع والحفاظ على المكتسبات وحماية ودعم مصالح ومبادرات الشباب وحماية مشروعاتهم. تعقد هيئة جودة التعليم والتدريب يوم غد الأربعاء المنتدى الإلكتروني التعليم في مملكة البحرين في ظل جائحة كوفيد-19 وما بعدها، من خلال استخدام منصة التواصل عن بعد بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل مملكة البحرين. ويتناول المنتدى الإلكتروني عددا من المحاور والمتمثلة في استعراض ومناقشة الممارسات الحالية للتعليم عن بعد وحصر الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء الإجراءات التي تتبعها مملكة البحرين للتصدي لانتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى التعرف على أهم الدروس المستفادة من الأزمة الحالية وتسليط الضوء على الاقتراحات والتوصيات التي يمكن تطبيقها والتركيز عليها في المرحلة الحالية وما بعد كورونا. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور طارق السندي مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية في هيئة جودة التعليم والتدريب. أهلا بك دكتور. بداية، ما أهمية منتدى التعليم في مملكة البحرين في ظل جائحة كوفيد-19 وما بعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة أختي العزيزة. طبعا أهمية هذا المنتدى هو الاستفادة من التجارب والممارسات الجيدة عن التعليم عن بعد اللي فرضها الوضع الراهن من خلال جائحة كوفيد-19، وبنحاول من خلال هالمنتدى نبني عليها ونقوم بتطويرها. تم دعوة وزارة التربية والتعليم، الجامعات والمعاهد والمدارس لتقديم تجربة التعليم والتدريب في ظل جائحة كوفيد-19. احنا في مملكة البحرين ولله الحمد في ظل قيادتنا الموقرة حفظها الله ورعاها، نجحنا في توفير وتطوير البنية التحتية الإلكترونية لهيئة نجاح عملية التعليم والتدريب عن بعد في ظل هذه الأزمة. لنجاح أختي العزيزة مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين من مؤسسات تعليمية حكومية وخاصة في القيام بمهماتها وفق هذه الظروف الطارئة كان تحدي جدا كبير، لأن في بعض الدول تعطلت مشاريع التعليم والتدريب عن بعد، كان بعض الأسباب منها ضعف شبكات الاتصال والبنية التحتية، لكن في هالأثناء البحرين كانت تسجل قصص من النجاح المختلفة بفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه. من خلال هذا المنتدى سيتم محاور المنتدى الممارسات الحالية للتعليم عن بعد، الفرص التحديات والتوصيات والاقتراحات بشأن التعليم والتدريب عن بعد لتستفيد منها جميع مؤسسات التعليم والتدريب. نعم دكتور، كيف يمكن للجمهور المشاركة في هذا المنتدى الإلكتروني؟
نعم طبعا ولله الحمد لدينا مشاركة كبيرة جدا، يعني صراحة ما توقعناها، عدد جدا كبير، وبالإمكان الراغبين في المشاركة تسجيل أسمائهم عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني اللي هو www.bqa.gov.bh، وممكن التسجيل والدخول إلى المنتدى غدا صباحا الساعة 10 عبر توقيت البحرين. نعم، الدكتور طارق السندي مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية في هيئة جودة التعليم والتدريب، شكرا لك. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. بلدية المنطقة الشمالية تطلق مبادرة الشمالية عند دارك. افتتحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المنفذ المحاذي لمجمع رامز ومحطة الوقود الأولى، وذلك ضمن خطة الوزارة لفتح منافذ جديدة من شارع الاستقلال إلى منطقة الحجيات في مدينة الرفاع بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية. وقد حرصت الوزارة من خلال مشروع تطوير تقاطعي ألبا ونويدرات على توفير المنافذ اللازمة للمناطق المجاورة للمشروع لتسهيل الوصول إليها وخلق بيئة أفضل للمشاريع الإسكانية والتجارية المحاذية للمشروع، حيث وفرت الوزارة 3 منافذ لمنطقة الحجيات من شارع الاستقلال. أطلقت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون مع المجلس البلدي وشركة أوربسير للنظافة أطلقت مبادرة اتصل لأثاثك، وذلك للحد من رمي الأثاث المستخدم في الأماكن المفتوحة في الشوارع وبالقرب من حاويات القمامة، وذلك للحفاظ على الوجهة الحضرية للمنطقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في مبادرة أوعية لبلدية المنطقة الجنوبية أطلقت مبادرة اتصل لأثاثك، وذلك للحد من رمي الأثاث المستخدم في الأماكن المفتوحة وفي الشوارع وبالقرب من حاويات القمامة، حيث يصعب على شركة النظافة نقلها بالكابسات المخصصة للتخلص من القمامة والمخلفات البسيطة، مما يؤدي إلى تشويه الطابع الحضاري والعمراني للمناطق. جاءت فكرة المبادرة بدراسة الظاهرة منذ زمن، وتمت المرحلات التنفيذ بالتنسيق مع شركة النظافة بتشكيل لجنة وفريق عمل بطرح الأفكار لخدمة المواطنين وتحسين صورة مظهر العام، وتم اختيار نوعية الآلية المناسبة والمعدات اللازمة مع خطة لتغطية جميع الدوائر والمجمعات، حيث أن عملية التخلص من الأثاث تكون بطريقة حضارية وصديقة للبيئة. وطبعا البلدية المنطقة الجنوبية مستمرة في طرح الأفكار والمبادرات وتطوير وتسهيل خدمات المواطنين، وأغلبها تكون من خلال المقترحات والشكاوي عبر حساباتنا الرسمية. وتعد مبادرة اتصل لأثاثك خدمة مجانية تقدمها البلدية للمواطنين في نطاق المحافظة الجنوبية، إذ خصصت البلدية خط ساخن لطلب الخدمة طوال أيام الأسبوع، حيث ستوجه الخدمة لكبار المواطنين وذوي الهمم والحالات الخاصة في المرحلة الأولى التجريبية التي ستكون على مدى 2 في الأسبوع لتفكيك ونقل الأثاث المستخدم. احنا متواجدين الحين في مجمع 935، تلقينا يعني مكالمه عبر الكول سنتر مالنا اللي هو 870,000 من المواطن القاطن في البيت اللي ورانا هنا، عن يبلغ عن وجود اثاث يبي يعني يقطه ويدش في يعني في خانه كبار السن، لان الخدمه اساسا تهدف الى خدمه كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصه والحالات الخاصه. احنا متواجدين مع الفريق هنا لمشاهده مرور شلون يعني بتمر العمليه. أنا طبعا تعرفت عنها المبادرة من طريق تواصل اجتماعي ظهر في الانستغرام، وصراحة الفرصة دي كانت ذهب اللي بالنسبة لي أنا، لأن عندي مثل ما قلت كان عندي أغراض مو بعرف شو أسوي فيهم، نقطهم في الشارع مشكلة، لأن أشوف الشباب اللي يقطون أغراضهم في الشارع الكراسي تم 4 أيام 5 أيام ما حد يشيلهم، فالمبادرة كانت صراحة فرصة ذهبية لي وحق كل من عنده أثاث مستعمل. وفي المرحلة اللاحقة ستشمل هذه المبادرة جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين في المنطقة الجنوبية،
حيث ستتوسع عملية تفكيك ونقل الأثاث من يومين في الأسبوع إلى 5 أيام في الأسبوع، وستشمل دائرتين في كل يوم، والتي ستسهم بشكل كبير في تقليل سلوكيات التخلص من الأثاث القديم في غير المواقع المخصصة لها، مما سينعكس على وضع النظافة وجماليات المناطق والأحياء السكنية. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. دشنت بلدية المنطقة الشمالية بالتعاون مع المجلس البلدي مبادرة الشمالية عن دارك، وهي خدمة السيارات المتنقلة لإنجاز المعاملات والخدمات البلدية لفئة كبار المواطنين وذوي الهمم والأرامل والمطلقات والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك عبر سيارة مجهزة تصلهم لمنازلهم لضمان صحة وسلامة المتعاملين من هذه الفئات ومساعدتهم على البقاء في منازلهم دون تكبد عناء الحضور لمبنى البلدية، ضمانا لسرعة وجودة الخدمات المقدمة لهم، حيث تم إنجاز أكثر من 134 معاملة منذ تنفيذ المبادرة. وتتمثل الخدمة في سيارة مجهزة بمعدات إلكترونية حديثة وشاملة لتقديم الخدمة المتكاملة في المكان نفسه ومتصلة بأنظمة البلدية. والمزيد حول هذه المبادرة تنضم معنا عبر الهاتف المهندسة لمياء الفضالة، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية. أهلا بك. بداية، ما أهمية هذه المبادرة التي أطلقتها البلدية الشمالية في ظل الظروف الحالية؟ مساء الخير، شاكرة لكم تسليطكم على هذه الخدمة اللي أطلقناها مؤخرا في بلدية المنطقة الشمالية. تعتبر خدمة الشمالية عند دارك من أهم المبادرات التي تأتي تماشيا مع رؤية القيادة والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك بتقديم أفضل خدمات البلدية وتسهيل أعمال المواطنين والوصول إليهم أينما كانوا، خصوصا الفئة المستهدفة من هذه الخدمة لهم كبار المواطنين، أصحاب الهمم، الأرامل والمطلقات. وكذلك في ظل الظروف الراهنة بادرت البلدية الشمالية بإضافة الكوادر الوطنية من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا لإنجاز جميع معاملاتهم والخدمات البلدية في نطاق المنطقة الشمالية عبر تجهيز سيارة تصلهم لمنازلهم، وذلك تقديرا لجهودهم وحفاظا على وقتهم الثمين الذي يكرسونه في مكافحة فيروس كورونا من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وإداريين يعملون على مدار الساعة. والبلدية على استعداد تام لتلبية جميع متطلباتهم في تخليص جميع معاملاتهم البلدية. كيف يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة الشمالية عن دارك؟ يعني الاستفادة، الفئة المستهدفة اللي معلن عنها في هذه المبادرة ممكن الاتصال عبر الواتساب على رقم 1798530، بيكون خطوات جدا بسيطة في متناول أي يعني طالب خدمة، بأنه هو يعني طبعا التواصل يكون عن طريق في وقت الدوام الرسمي بتحديد الخدمة المطلوبة، وبالتالي يعني يقوم الشخص المختص بتحديد موعد لزيارتهم في بيتهم وإتمام المعاملة المطلوبة. المهندسة لمياء الفضالة، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، شكرا لك. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.